موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين، وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولا يقال هل سوى بين خلقه في جعلهم كلهم أهلا أهلا لذلك، فإن هذا بمنزلة أن يقال هل سوى بين صورهم وأشكالهم وأعمارهم وأرزاقهم ومعاشهم. وهذا وإن كان ممكنا، فالذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضى حكمته البالغة. أحب أن يشكر سبحانه وتعالى. طب لو كلهم زي بعض بالضبط مش حد مش هيشعروا بالنعمة، زي بالضبط كده الحاجة الموجودة مبذولة. نادر جدا من البشر من يشكر الله عليها، زي نعمة الهواء، نعمة الأكسجين، الشمس، المية. نادر اللي يعطش هو اللي يعرف ايه قيمة المية. لما المية تبقى مش مظبوطة ومقطوعة وفيها لخبطة وفيها سموم، الناس دي ايه تقول الله اللهم لك الحمد المية نظيفة. ماشي كده، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نقول. الذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضى حكمته البالغة وملكه التام وربوبيته. عشان كده أنت ما تعرفش تقترح على ربنا، ده أنت عبد صغير تافه، ده أنت أقل من ذرة في الكون. ما تعرفش تقترح تقول له لا، وأنت ما هديتهمش كلهم ليه؟ ما خليتهمش كلهم يتعيك ليه؟ ما أنت قادر على كده ليه؟ خليت إن في ناس تقتل وتفجر وتفتري وأنت قادر إنك تعملهم؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت كده انت حطيت نفسك فين؟ انت نسيت نفسك. انت شوف الكون اللي انت شايفه قد ايه وانت قد ايه عشان تحط نفسك فوق ربنا. هتوزن افعاله وتقول هو عمل كده ليه؟ انت شايف الليل والنهار، والله العظيم الليل والنهار وجودهم مصلحه. اما ان يكون نهار على طول او ليل على طول يبقى ايه؟ هيبقى فساد. ماشي كده. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إن وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فزي ما الليل والنهار، وما تقولش هو خلق ليل ونهار ليه، تبقى الدنيا منوره كده على طول كنت تموت. كانت النباتات ما تعرفش تعمل مادة غذائية بالليل، صح كده؟ تاخدش ثاني أكسيد الكربون وتحوله مع الأكسجين مع الكربون ومع النيتروجين الموجود إلى مادة غذائية. سبحانه وتعالى حكمة بالغة. لازم ضلمة، وانت لو نور على طول ما تعرفش تستريح ابدا. الغدة الصلبانية بتاعتها تفضل هايجة لغاية ما في ناس التعذيب من ضمن الحاجات اللي في التعذيب في المعتقلات ان هو يسلط عليه ايه؟ ضوء مستمر 24 ساعة يتعذب عايش شوية ضلمة علشان يستريح فيهم لتسكنوا فيه. وجعل لكم الليلة لباسا. يبقى انت ما تقعدش تقول بقى في الخير والشر، هو ليه اوجد الشر؟ انت مالك؟ انت في حكمه بالغه. بالعكس زي ما قلنا بل بين لنا اشياء من ذلك كثيره. بس ما تقعدش تقترح على ربنا وانت ده انت صغير قوي. ده احنا 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 زمانا ومكانا لا شيء. كنت عمال اقرا في ما جايبينه كده في بعض إن الشمس هل هي أول نجم تكون وبقالها قد إيه، والطاقة اللي فيها بالحسابات تكفي كم مليار سنة على قد اللي بيخرج منها. فبيقولوا بقالها 5 مليار سنة مخلوقة وتكفي كمان 6 مليار أو 6 وفضل لها 5. بس على فكرة الشمس عندهم حسابيا لازم تخلص. ليه؟ طاقة محدودة مش كده؟ التفاعلات دي لازم هتنتهي. الطاقة اللي بتخرج منها لازم مقالها إلى إيه؟ الى الصفر يعني. بس هما بيفكروش في دي. بس ملايين مليارات السنين دي احنا بناخد منها قد ايه يعني؟ ايه نصيبنا منها؟ ولا حاجة يعني، حاجة تساوي صفر. احنا شبه صفر، احنا على هامش الوجود. فاللي على هامش الوجود وعقله قد كده وما يعرفش حاجات يعني قد ايه التفاعلات اللي جوه الشمس دي عشان تطلع ملايين درجات الحرارة وملايين الضوء، ملايين الفوتوهات، ملايين ايه؟ ملايين دي كلمة شوية. والأطنان الهائلة، الملايين مليارات الأطنان التي تقذف بها الشمس كل يوم، تفاعلات نووية بتطلع طاقة فوق التصور عشان حياة هذا العالم.
وبل الطاقة دي الكتلة الهائلة بتاعتها هي اللي مخليها الكواكب ايه تلف حواليها، لانها بالنسبة لهم هي كتلتها اعلى، فعشان غازية وهي كتلة غازية بس في تفاعلات مستمرة. انت بقى مالك انت، انت حاجة بسيطة خالص، انت بقول على هامش الحياة زمانا ولا هامش الحياة ايه مكانا. ده احنا الناس بتطلع، قلت لكم قبل كده بقى روحوا معرض الاسماء الحسنى اللي جنب المسجد النبوي، في بانوراما للسماوات يعني وكده والمجرات، تصورها بطريقه جميله يعني على اساس تمثيليه، ان هو بيطلع من مكه كده مثلا من الحرم بيطلع فوق شويه لغايه ما يلاقي مكه، المكعبه اختفت هيلاقي مكه موجوده، بعد كده يطلع فوق شويه بمسافات كيلومتريه يعني هيلاقي بعد كده الجزيره العربيه، بعد كده يطلع يلاقي قاره ايه اسيا وافريقيا والمحيط الاحمر يبقى عباره عن نقطه، بعد كده يطلع شويه يلاقي الكره الارضيه، بعد كده يطلع يلاقي الايه المجموعه الشمسيه، بعد كده يلاقي المجره اللبنيه، والمجره اللبنيه دي مجره من ضمن ملايين المجرات، بس بيننا وبينهم مليارات المليارات من الكيلومترات فوق تخيل البشر. ده المساحه في السماء الدنيا فقط المشهوده، النجوم اللي بيننا وبينهم، النجوم اللي بيننا وبينهم ملايين السنين الضوئيه، مسافه قد ايه دي ملايين السنين الضوئيه؟ يعني ما يقطعه الضوء في سنه. احنا بنلاحظ ان موجات الكهرومغناطيسيه واحنا بنسجل بتاع ده بيتحول لموجات كهرومغناطيسيه بيوصل للناس مثلا في امريكا بعد نص دقيقه مثلا، عشان انا والنص دقيقه دي مش في موجات الكهرومغناطيسيه اكتر ما هي في الايه في التحويل لموجات كهرومغناطيسيه، يعني زي الضوء يعني، بس عشان تتحول لحظات التحويل هي بتاخد وقت، حتى تلاقي في كلام بيتقال وانت والصوت بيوصل ايه بعديها على حسب الموضوع ده. احنا فين؟ احنا مساحه لا تذكر. انت بقى تحدث عن ربنا وتقول انا مش مؤمن بس انا مش فاهم ايه اللي بيعمله، ايه الحكمه مما يفعل، فضلا ان انت تقول له حد يقول له لا ده ملوش حكمه، ده هي كده وخلاص، ده بيفعل بلا حكمه. انت عايزين تعملوا الحد للناس، فهو تساوى بينهم في الامر، يعني كلهم مكلفين الامر الشرعي الديني، بس طبعا برضو متفاوتين فيه على حسب ما يبلغهم، يعني اللي عرف مش زي اللي ايه اللي ما عرفش. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لينذركم به ومن بلغ، وفاوت بينهم في الاعانه عليه كما فاوت بينهم في العلوم والقدر والغنى والحسن والفصاحه وغير ذلك. العقول مختلفه سبحان الله، انواع العلوم متفاوته، واحد عالم ذره زي واحد في خمسه ابتدائي ولا اولى ابتدائي، ولا واحد الطفل الصغير اللي انت بتبص فيه وخلقته وادراكاته ومعلوماته قد ايه عن الحياه، وشوف واحد عنده معلومات في الطب مثلا في الهندسه في الدين، بص كده في مولود صغير وايه معلوماته عن الدين، يعني عن الحلال والحرام والصلاه والطهاره والقضاء والقدر والمشاكل اللي موجوده في الحاجات دي، نبص كده ونلاقي التفاوت في العقول في القدر، قدره واحد ضعيف ومش قادر يقف ويقعد يستند عشان يمشي، عجوز، واحد تاني شاب يروح جاي طالع السلم في نص دقيقه، والتاني يقعد يستند على بال ما ايه ما يطلع. فاوت سبحان الله الغنى والفقر، واحد غني قوي واحد فقير جدا، واحده جميله جدا واحده قبيحه، واحد فصيح واحد مش فصيح، فاوت بينهم وغير ذلك. والتخصيصات الواقعه في ملكه لا تناقض حكمته، بل هي ادل شيء على كمال حكمته، ولولاها لم يعرف فضله ومنه. قال تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، الاعانه، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. التخصيصات دي تخلي اهل الايمان يعرفوا منه ربنا عليهم ويزدادون حبا وخضوعا واسلاما وايمانا. واصطنعتك لنفسي، خصصتك يا مريم، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ايه النتيجه؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. لما ربنا يمن عليك بنعمه الاسلام ونعمه الالتزام تشعر بالمنه وتشكرها. فضلا من الله ونعمه، الله عليم حكيم، عليم بما نصر لهذه النعمه، حكيم في وضعها.
عند أهلها ومنعها غير أهلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.